يعني بعد الموت، يعني مرحلة الموت، يعني هي كل الناس بتقول يعني بعد الموت فعلا الإنسان ممكن ينفصل تماما عن العالم اللي كان عايش فيه. في حاجات مثيرة حضرتك اتكلمت عنها، ناس كتير عندها فضول ان هي تعرف يعني الإنسان بعد ما بيموت بتبقى يعني وضعه عامل ازاي، يعني هل بيبقى عشاء، يعني في شعور باللي بيحصل حواليه ولا لا؟ علميا كان في سؤال كبير جدا مطروح. السؤال بيقول هل الميت بيشعر بينا واحنا حواليه بنبكي عليه وننعاه؟ السؤال ده كان اجابته القاطعه لا، لحد سنه 2019، وثبت اخيرا عن طريق جامعه ستوني بروك في نيويورك ان المخ اللي كان معروف ان هو بيتوقف عن العمل تماما بعد دقائق من الوفاه، ثبت ان مش المخ بالكامل اللي بيتوقف، لا 95% بس من المخ بيتوقف، اما المراكز بتاعه الابصار والسمع بتظل تعمل لفتره كبيره جدا بعد الوفاه. وبالتالي فتره قد ايه تقريبا يا دكتور؟ يعني بعض الدراسات قالت ان هي ممكن تعدي يومين. وان الميت على سرير الموت بعد الوفاه بيبقى سمعنا كويس جدا وشايفنا كويس جدا، والاشارات اللي بتخرج من المخ إشارات بتؤكد على وجود إمكانية للسمع وللبصر لو عينينا يعني في مفتوحة. حواس، في حواس الميت شغالة بيبقى عنده حواس شغالة لسه، حاسس باللي حواليه. بالظبط. يعني دي طبعا يعني دي تعتبر من أكتر المفاجآت اللي فجرتها مفاجأة كبيرة جامعة طبعا. ستوني بروك، وفجرها علم الموت. طيب يا دكتور، فكرة الجروب، يعني فكرة الجروب، انت طبعا حضرتك عندك جروب كبير، جروب الموتى يتحدثون ايضا، 350 الف متابع للجروب، وكلهم يعني شغوفين جدا بالقصص المثيرة اللي حضرتك بتنزلها. الجروب جت ازاي، وازاي قدرت تجمع المتابعين دول كلهم؟ بصي، هو دايما الطبيعة البشرية بتحب جدا الشيء الغامض او الشيء المجهول اللي ما يعرفوش عنه حاجة، والموت يعتبر اكتر حاجه غامضه ومجهوله بالنسبه للناس. عشان كده الناس عندها قابليه قوي انها تسمع من حد دخل للمجال ده او تعمق فيه. يعني الفكره جت في البدايه بصدفه بحته، ان انا كنت بحلل القضيه بتاعه سفاح بني مزار اللي حصلت في التسعينات، وقلت رايي فيها على احد الصفحات. فوجئت بعدد كبير جدا من الناس بيطلب ان احنا نعمل جروب واحكي لهم عليه بعض الحكايات، وفوجئت ان الجروب بيزيد بمعدل غير طبيعي، لدرجه ان في خلال ايام وصل 150 الف، وحاليا تجاوز. هي الناس دايما بتحب قصص الرعب. بالظبط. يعني بيحبوا يرعبوا نفسهم وبيدوروا على الحاجه اللي فيها رعب، بيبقوا شغوفين جدا بيها، خاصه ان الموت حاجه عامه على الكل، مطبقه على الجميع. يعني ما فيش اي انسان في الكون ما مرش كل نفس ذائقه الموت. كل نفس ذائقه الموت. طب امتى بقى بدات فكره ان انت تحول القصص دي الكتاب؟ الفكرة ما كانتش مطروحة إطلاقا. أنا فوجئت بعدد كبير جدا من دور النشر بيتواصلوا معايا وبيطلبوا نشر القصص دي في كتاب، وبالتالي أخذت الخطوة. وكل ده كان في خلال أيام. يعني الجروب اتأسس في شهر 10، الكتاب نزل في معرض الكتاب في شهر 1. وما كانتش الفكرة مطروحة إطلاقا. هو نجاح يعني الجروب كان دافع ليك لأنك أنت تعمل الكتاب. بالزبط. يعني حسيت إن فعلا الناس حابة إن هي تعرف القصص دي. طبعا الكتاب، أنا قريت كتاب وللجثث رأي آخر، كتاب مثير جدا، قصص مثيرة لأقصى درجة. قبل ما ندخل وتحكي لنا بقى عن القصص المثيرة اللي هي في الأساس قصص واقعية انت يعني مريت بيها من خلال عملك كطبيب شرعي، الأحداث اللي في القصص دي هل هي فعلا كلها واقعية ولا في خيال برضو الكاتب اللي بيحاول يستثير برضو فضول القارئ؟ طيب بصي، متن الأحداث دايما حقيقي واقعي، ولكن أي كاتب في الدنيا لازم يضيف بعض الأشياء الأدبية عشان يقدر يوصل المتعة كاملة للقارئ. أنا ما ينفعش مثلا إن الكتاب يكون رعب على طول الخط، تمام، وناس بتعامل معها جثث. عشان كده بضيف بعض الكوميديا بيني وبين المساعد بتاعي عشان أثر على كمية المخ. يعني في بعض الأحداث اللي ممكن تكون من وحي الخيال، ما حصلش في الواقع. بالظبط. سواء مواقف كوميدية أو مواقف يعني أكثر إثارة. لا، المتن الرئيسي بتاع الحكاية كله واقعي، حصل فعلا. طيب هل في بعض الجثث اللي أنت قدرت من خلال إحساسك بيها إنك تكشف مثلا مقتلها أو إيه أسباب الوفاة، أو يعني يبقى في لو هي حواليها لغز أو حواليها قضية معينة تكشفها؟ هو بطبيعة الحال الجثة بتدي إشارة عشان أنت تكشف اللغز بتاعها، ولو الإشارة دي ما كشفتش اللغز يبقى ما كانتش إشارة. احكي لنا دكتور، يعني احكي لنا بقى بعض الحكايات
والإشارات واللي كان فيها إشارات يعني. طيب في قصة كانت مشهورة جدا على الميديا من كام سنة على بنت عربية كانت هنا في مصر بتعمل عملية شفط دهون وتوفت أثناء الجراحة، والدكتور أخذها ورماها على طريق السويس الصحراوي. تمام. البنت دي وأنا بشرحها كان كل الإصابات اللي موجودة فيها عبارة عن جرح 1 سنتي في أقصى يمين الصدر، وجرح 1 سنتي في يسار الصدر، جرح 1 سنتي في يمين البطن، جرح 1 سنتي في يسار البطن. مفيش أي إصابات تانية إطلاقا. للوهلة الأولى بتديك فكرة أنها طعنات. الملابس مفيش فيها أي أثار لقطوع موجودة فيها، وبالتالي حتى لو في طعنات يبقى الطعنات دي حصلت وهي غير مرتدية للملابس. الجثة وقتها كانت في مرحلة من مراحل الموت اسمها مرحلة التيبس الرمي. ايه التيبس الرمي؟ يعني الجسم متخشب تماما. ودي مرحلة بتبدأ بعد 2 ساعة وبتكتمل بعد 12 ساعة. بعد 12 ساعة بتبدأ تفك تاني وتدخل في مرحلة تانية اسمها مرحلة الرخاوة الرمية. فهي كانت في مرحلة التيبس الرمي وإيديها الاتنين كده، وبيبقى صعب جدا فردهم. اللي هو جسم متشنج يعني. أثناء التشريح فوجئت أن الإصابات دي كلها ليست إصابات طعنية. هي واخدة الجلد والطبقة اللي تحت الجلد بس. مش واصلة إطلاقا لأي تجويف داخلي، ومش عاملة أي نزيف، وبالتالي سبب الوفاة غامض تماما. بعد ما وقفت ساعة قدام الجثة مش عارف أوصل لأي شيء، فوجئت بيها بتبدأ تدخل مرحلة الرخاوة الرمية، وفجأة بتفرد إيديها فيبان أثر الحقن اللي موجود في الإيد. ده بعد ما فشلت تماما. يبان أثر الحقن اللي موجود في الإيد، فابدأ أعمل تحليل للدم وألاقي المخدر اللي موجود في الدم اللي كانت بتعمل بيه العملية، وتنكشف كل أبعاد القضية. هل ده ليه تفسير علمي؟ ليه تفسير علمي إنها بدأت تدخل في مرحلة الرخاوة الرمية، لكن التوقيت بتاع الحدوث والوضعية اللي حصلت بيها هي دي اللغة والإشارة اللي بين الطبيب الشرعي وبين بس احنا ممكن نقول يا دكتور إن حالة زي دي بتعتمد على وقائع أو تحليل علمي للحالة اللي قدامك، ومن خلالها طبعا الطبيب الشرعي من خلال علمه وخبرته ذكائه أيضا ممكن هو يكشف الواقعة حصلت إزاي أو إيه الأسباب. أنا عايزك تحكي لنا على القصص والجثث اللي أنت اتعاملت معاها واللي هي موجودة في الكتاب، اللي قدرت تكشف الحقيقة اللي وراها من خلال الغيبيات أو الإشارات اللي جت لك، إشارات غيبية، إشارات غير مفهومة، حاجات غريبة بتحصل. يعني في اللي هي مثلا قصة الراجل اللي كان بيضحك دايما وانت بتشرحه، الست اللي ما كنتش قادر ان انت تمسكها واضطريت ان انت تأيدها، قصص كتير. احكي لنا بقى، وعشان عايزين مشاهدين يسمعوا القصص دي. طيب كان في قضية برضو مشهورة جدا لأحد الأطباء، وكان حاجة غريبة جدا ان هو عينيه جاحظة بشكل غير طبيعي. ودي حاجة لها تفسير. المفروض الميت بعد الوفاة قبل ما يدخل في مرحلة هو الميت ده كان طبيب، الميت كان طبيب وعينيه جحظة قبل ما بيدخل في مرحلة التيبس الرمي، الناس مفروض طبيعي بيقفلوا عينيه عشان ما تفضلش مفتوحة، لانه لو دخل في مرحلة التيبس مش هيعرفوا يقفلوها بعد كده. ولكن عينيه كانت جحظة بشكل غير طبيعي. تمام. بعد ما كشفت على الجثمان بالكامل مفيش اي اثر لاي حاجة تؤدي الى الوفاة اطلاقا. واطلع مكتبي وارجع تاني. وانا من النوعية اللي هو طول ما انا على ترابيزه التشريح لازم اعرف سبب الوفاه. لو ما عرفتش سبب الوفاه مش هسيب الترابيزه. فاطلع وانزل تاني. ونظره عينيه غير طبيعيه. بعد ساعه من التفكير او 2 ساعة قررت ان انا اسحب عينه من سائل العين، لان كل العينات اللي في الجسم ما بتديش اي نوع من انواع السموم. فلقيت نوع من السم اسمه اتروبا بيلادونا، والسم ده ما بيترسبش اطلاقا غير في السائل بتاع العين. فالإشارة اللي كان بيعطيها بفتح عينيه لم تكن عبث. هو كان معناها ايه بقى؟ كان معناها ان في حاجة في العين، او ان انت مش هتعرف توصل لسبب الوفاة الا عن طريق العينة. يعني هو كان بيديك العين. اشارة ان هو مات مسموم. بالظبط. بيديك اشارة من خلال جحوظ عينه ان هو مات لما مسموم. وصلنا لنوع السم اللي مش متداول ومش مشهور جدا، قدرنا نوصل ان السم ده متركب كيميائيا، وان اخته دكتورة صيدلية وهي اللي عملت كده عشان ميراث ولو من غير العينة بتاعة سائل العين كان مستحيل نوصل. كان شكل في الأول شكلها ان الوفاة طبيعية تماما،
وفي الاخر طلع مسموم، اخته اللي سماه واعترفت. جحوظ العين هو اللي باين ده.